أهلا بيكم يا أصدقائي مع واحد من أفضل أدوار القرن 21، بل ربما من أفضل أدوار التاريخ، بين الأرميني أرونيان والهندي أناند. وقد اختاره النقاد كأفضل دور في العشرية الأولى من القرن 21 بفارق كبير، فقد تألق أناند بالأسود كما لم يتألق من قبل، وفاز بدور خالد يسعدني أن تشاركني في رؤياه. هيا نرى أناند المتألق. أناند بيعلق على هذه المباراة وبيقول إن دي الجولة الرابعة، فكنت قد فزت توا على كاروانا، ولذلك كانت هذه بداية ممتازة لسنة 2013. وبدأ أرونيان بدي 4 ورد أناند دي 5 سي 4 جنبية الوزير، سي 6 جنبية الوزير المرفوض الدفاع السلافي، نايت اف 3 نايت اف 6 نايت سي 3 اي 6 وصلنا للدفاع نصف السلافي. وعادة أرونيان بيلعب بيشوب جي 5، ولكن في هذا الدور لعب اي 3 نايت دي 7 بيشوب دي 3 دي سي 4. وصلنا لتفريع ميران بيشوب سي 4 بي 5 بيشوب دي 3 بيشوب دي 6. الاسود بيصوب على الاتش 2 بينما الابيض بيصوب على الاتش 7، وبعد كسل كسل كوين سي 2. الابيض طالب بيدا الاتش 7 بالفيل والوزير، واناند كمل بيشوب سي 4 اي 3 روك سي 8. اناند بيقول ان بعد ما لعب الروك سي 8 اصبح مرتاح للغايه، فهو بيربط الحصان على الوزير، وعادة أرونيان بيكمل بالبي 5، لكن في هذا الدور بدأ الهجوم فجأة بنايت جي 5. طالب بيدا الاتش 7 بثلاث قطع بينما محمي بقطعتين فقط، وبدلا من حماية البيدا ولعب نقلة زي الاتش 6 استثمر موقع الرخ ولعب سي 5. بيستغل الرخ وربط الحصان على الوزير وعاوز ياخد على الدي 4، وأرونيان يستطيع الآن أخذ بيدا الاتش 7 سواء بالحصان أو بالفيل. لو أخذ بالفيل بتشيب هيشتعل الدور بعد كينج اتش 8، ودلوقتي الأسود بيهدد بنايت جي 4 طالب بيدا الاتش 2، والأبيض له إما يتراجع بالفيل، وهنا هيحدث التكسير، وبعد الأخذ طالب الفيل هيتراجع بالفيل. وإذا الأبيض طمع في بيدا السي 5 هتكون نقلة سيئة، لأن الأسود هياخد وبعد الأخذ مش هياخد بالرخ مباشرة، إنما هتتم التضحية الجميلة ببيشوب اتش 2 تشيب كينج اتش 2 كوين اتش 4 تشيب كينج جي 1، وهنا هيتم التضحية بالفيل الثاني ببيشوب جي 2 طالب المات ولابد من أخذ الفيل، وبعد كوين جي 4 تشيك كينج اتش 1 كوين اف 3 تشيك كينج اتش 2 هياخد البيدا، والرخ هيذهب للاتش 5 بتشيك والمات في النقلة القادمة. ولذلك من الافضل لعب الاتش 4، والاسود هيكمل كوين بي 6 بيضغط على بيدا الدي 4 وبيستغل ربط الرخ للحصان على الوزير، واذا الابيض بيحمي البيدا بياخد، وبعد الاخذ الاسود اصبح افضل، فالرخين مترابطين والفيلين بيحتلوا وترين في منتهى القوة، بينما رغم ان الابيض لديه بيدا زائد الا ان حصانه مربوط على الوزير بالرخ. على اي حال ارونيان ما اخدش بالفيل انما اخد بالحصان طالب الرخ، وهنا الاسود تجاهل التهديد وكمل نايت جي 4 طالب بيدا الاتش 2، وهنا الابيض له اكتر من نقلة. لو حاول يدافع عن البيدا بالجي 3 هتكون نقلة كارثية، لانه هيفتح الوتر امام الفيل، والاسود هيتألق باكتر من تضحية،
وهيبدأ بنايت اتش 2 طالب النايت اف 3 تشيك والمات في الطريق، ولابد من اخذ الحصان. الاسود هيكمل بكوين اتش 4 تشيك، كينج جي 1 كوين اتش 1 تشيك ميت. بينما اذا لعب اتش 3 هيظهر تفريع مثير ببيشوب اتش 2 تشيك، كينج اتش 1 كوين اتش 4. طالب ياخد بيدا ال H3 والمات في الطريق، معتمد على ان بيدا ال G2 مربوط بالفيل على الملك، ولا يوجد غير البيشوب E4 بيعترض مسار الفيل. وهنا الاسود يستطيع الوصول للتعادل ببساطة ببيشوب E4، كوين E4 F5 كوين E6 تشيك كينج H7 كوين D7 cd4 طالب الحصان eg4، والاسود هيتراجع بالفيل. طالب النايت f2 تشيك، ولابد من العودة بالملك لحماية البيدة. والاسود لو يريد التعادل هيكمل بيشوب h2 مرة اخرى ويتكرر النقلات وينتهي الدور بالتعادل. بينما اذا اخذ الرخ هتكون نقلة كارثية، لان الاسود هيكمل بيشوب h2 تشيك كينج اتش 1 كوين اتش 4، طالب يكشف بالفيل والمات في الطريق ولا يوجد دفاع. على اي حال ارونيان في الدور لعب افضل نقلة اف 4 وبيغلق وتر الفيل، وبعد سي دي 4 طالب الحصان المربوط بالرخ على الوزير، والابيض مجبر على الاخذ. ودلوقتي اناند بيقول ان حل النقلات زي الاي 5 او الكوين اتش 4، ولكن لم يجد لها نتيجة، ولذلك فكر في نقلة عبقرية. يا ترى ايه هي؟ بدأ التألق من هذه النقلة ببيشوب سي 5. ده الموقف المرسوم على غلاف الفيديو، والابيض لو قبل التضحية الاسود هياخد طالب الفيل وطالب تشيك قوية من المربع دي 4، والابيض له نقلتين، اما اخذ الرخ، والاسود بدوره هياخد الفيل اتش 3 هيكمل كوين دي 4 تشيك كينج اتش 1 نايت اف 2 تشيك روك اف 2 نايت اف 2 تشيك كينج اتش 2، وهنا هياخد الحصان. ودور الاسود ممتاز، وايضا بيهدد ببيشوب اي 4 طالب الوزير، والوزير حيعاني كثيرا. الخيار الثاني للابيض هو التراجع بالحصان للجي 5. طالب يعود للاتش 3 لمراقبه المربع اف 2. الاسود حيفوز بطريقه رائعه بكوين دي 4 تشيك كينج اتش 1 نايت دي 3 طالب النايت اف 2 تشيك والمات في الطريق، ولابد من العودة بالحصان. لكن هنا هتجي نقلة رائعة للاسود. نايت بي 2 بيتخلص من البيدة اللي كان حامل حصان، ودلوقتي طالب الحصان يهدد الوزير. والابيض لو اخد بالفيل هيلعب نايت دي 3 بشوكة ثلاثية للوزير والرخ، لكن الاهم بيهدد ببيشوب جي 2 تشيك والمات في الطريق. بينما المتعة كلها لو اخد بالوزير هياخد الحصان، وافضل نقلة للابيض هي البيشوب جي 2 طالب الرخ المربوط على الوزير، لكن الاسود لا يبالي وهيكمل روك اتش 3 بيفوز بالحصان وبيكشف هجوم على الوزير، ولابد من اخذ الوزير. لكن هنا الاسود هيعطي المات في اربع نقلات. بروك اتش 2 تشيك كينج جي 1 روك جي 2 تشيك بحمايه الفيل كينج اتش 1 روك اتش 2 تشيك كينج جي 1 روك اتش 1 تشيك ميت. على اي حال ارونيان لم يتراجع بالحصان ولم ياخذ الفيل، وانما لعب بيشوب اي 2 اصبح طالب الحصان وايضا طالب الفيل، ولابد من خسارة قطعة.
لكن أناند كان عنده رأي آخر ولعب ربما أفضل نقلة في الدور. يا ترى إيه هي؟ أناند لعب النقلة المذهلة نايت دي فايف، بيضحي بقطعة ثالثة، ودلوقتي الأبيض بيقابل مشكلة حقيقية، فلو أخذ الحصان هتكون نقلة كارثية، لأن الأسود هيكمل كوين دي فور تشيك، وبعد كينج اتش وان هيعطي المات في نقلتين. بكوين جي وان تشيك، والدفاع الوحيد هو أخذ الوزير، وهنا هتجي المات الفنية بالحصان نايت اف 2 تشيك ميت. بينما لو أخذ الفيل هتكون نقلة كارثية أيضا، لأن الأسود هيكمل بكوين دي فور تشيك، كينج اتش وان، نايت اف 2 تشيك، والأبيض لو أخذ الحصان هيخسر فورا بكوين اف 2، طالب المات بطريقتين، إما كوين اي 1 تشيك وتشيك ميت، أو كوين جي 2 تشيك ميت، أو حتى بيشوب جي 2 تشيك ميت، ولذلك لابد أن يتحرك بالملك، وهنا هتجي المات أيضا. بنايت اتش 3 تشيك، كش مزدوجة، كينج اتش 1، كوين جي 1 تشيك، روك جي 1، نايت اف 2 تشيك ميت. الحقيقة نقلة لا نستطيع وصفها غير بنقلة معجزة. وأرونيان في الدور أخذ الحصان، وأناند أخذ البيدق بتشيك، كينج اتش 1، نايت جي 4، استرد الفيل، أرونيان أخذ الرخ، وبينصف فخ صغير لأناند، فلو أناند تعجل الفوز بكوين اتش 4 طالب المات هتكون نقلة كارثية، لأن الأبيض هيكمل بكوين اتش 7 تشيك، ولابد من تكسير الوزيرين، والأبيض هيخرج فائزا بفرق، وموقفه بالطبع أفضل، ولذلك أناند لعب النقلة اللي بعتبرها نقلة الدور اف 5. بيغلق الوتر أمام الوزير، ودلوقتي كوين اتش 4 في أي وقت هتنهي الدور، وأرونيان دافع بأقصى قوة بنايت جي 6، بيراقب مربع الاتش 4، لكن أناند ليس في عجلة من أمره، وكمل كوين اف 6، طالب الحصان، والحصان لا يستطيع التحرك، فلو تراجع مثلا للإي 6 هتكون نقلة كارثية، وحنرى تكوينه من أفضل ما يكون. بنايت اتش 2 طالب الكوين اتش 4 والمات في الطريق، ولو الملك أخذ هيتلقى المات فورا بكوين اتش 4 تشيك ميت. إذن الحصان لا يستطيع التحرك، ولذلك أرونيان كمل اتش 3 طالب الحصان، وأناند في هدوء فاز بقطعة، طالب الكوين اتش 5 والأخذ على الاتش 3 بتشيك، لأن بيدا الجي 2 مربوط بالفيل على الملك، وبالطبع الأبيض لو أخذ الحصان هيتلقى المات اتش 6 تشيك ميت، ولذلك أرونيان دافع بكوين اي 2، وأناند كمل في خطته بكوين اتش 5، طالب ياخد على الاتش 3 بتشيك ميت، ولابد من حماية البيدق، وأرونيان حماه بكوين دي 3، لكن هنا أناند أجبره على التسليم فورا بنقلة أكملت تاج الدور بجوهرة غالية. يا ترى إيه هي؟ بيشوب اي 3 بيمنع حماية الوزير للبيدق، ودلوقتي طالب كوين اتش 3 تشيك ميت، والاسود ليس لديه اي دفاع ولذلك سلم، فمثلا لو حاول يعترض بالرخ وبيحمي البيدق الاسود هيفوز بسهولة ببيشوب اف 3 جي اف 3 كوين اف 3 تشيك ميت، بينما لو اخذ بالفيل البيدق غير محمي، وكوين اتش 3 تشيك، كينج جي 1، كوين جي 2، تشيك ميت.
ولذلك في هذا الموقف أرونيان سلم، فهذا الدور أخذ ثناء كبير من المجتمع الشطرنجي، وأيضا يضارع أفضل أدوار الشطرنج على مدى التاريخ. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.